فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد في الحديث فضل سورة الملك، هل المقصود أن يقرأها في كل يوم أم أن المقصود أن يحب هذه السورة وترديدها من حين لآخر؟ لا، المقصود قراءتها، هذا الفضل يترتب على قراءتها ما هو على مجرد محبتها فقط. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.